تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. في أهلا بك. الحقيقة الاحتلال التركي لا زال يمارس ممارساته الاحتلالية بحق السوريين في الشمال والمناطق التي احتلها مؤخرا في تل أبيض ورأس العين. شاهدنا بعد أن دخل الجيش التركي واستلم هذه المناطق من داعش كيف أن العناصر الذين ينتمون للتنظيمات الإرهابية شكلهم وانضموا مع ما يسمون بالجيش الحر والمعارضة هناك. الأهالي ليس المرة الأولى التي يتظاهرون فيها في البلد، أكثر من 3 مظاهرات كبرى حصلت خلال هذا العام، لكن كان هناك تعتيم إعلامي من قبل الجهات الإعلامية، وأيضا لم يتم الحديث عن هذه المظاهرات من أي جهة محلية أو دولية. كما ذكرت، الاحتلال التركي يحاول فرض لغته، فرض سياساته، احتلال المنطقة، التضييق على الأهالي، وخصوصا في عفرين التضييق على الأهالي من أجل الخروج من المنطقة وشراء أراضي تلك المناطق. ولأول مرة شاهدنا قبل فترة زار وزير الداخلية سويلو إدلب، أي أن الاحتلال يكرس احتلاله لهذه المناطق من أجل أن تكون جزء من الأراضي التركية. لكن الأهالي، وبعد مرور أكثر من 9 سنوات من الأزمة السورية، أدركوا السياسة التي ينتهجها الاحتلال التركي في تلك المناطق بضرب المكون العربي بالكردي وإحداث تغيير ديموغرافي و إسكان موالين للنظام التركي في تلك المناطق، كما ذكرنا، من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية هناك والسيطرة على المنطقة هناك. المظاهرات هي من قبل الأهالي ضد هذا الاحتلال وضد أيضا المرتزقة الذين يفرضون وجوده بالقوة وبالسلاح، يعبرون عن رفضهم لهذا الاحتلال. لذلك نجد بأن الاحتلال التركي يقوم بتطبيق سياسة أكثر تشددا من خلال فرض عملته وفرض لغته وفرض السياسة حتى التعليمية في تلك المناطق. ولكن يعني بردود الفعل التي خرجت حيال ذلك، تابعنا رد فعل من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي رفضت بدورها التعامل بغير الليرة السورية، ولكن كيف تتابع موقف الحكومة السورية مما يجري اليوم في هذه المناطق؟ موقف الحكومة السورية في البداية كان موقفا إيجابيا، لكن في الفترة الأخيرة نجد بأن الحكومة السورية قد التفتت إلى المناطق التي تحت سيطرتها وأعطت جل اهتمامها للمشاكل الداخلية ونسيت تلك المناطق بشكل أو بآخر. عندما دخل جيش الاحتلال التركي إلى الباب، صدر أكثر من موقفين أو 3 مواقف من الحكومة بأن هذا يعتبر احتلال، لكن عمليا لم تقم الحكومة السورية ولا حتى الجيش السوري بأي محاولة لاستعادة المناطق التي احتلها الاحتلال التركي في هذا الشريط الممتد من جرابلس حتى عفرين. هناك محاولات في إدلب من قبل الجيش السوري، لكن المنطقة الممتدة بين عفرين والباب وحتى الوصول إلى جرابلس لا نجد أي محاولة جدية من قبل الحكومة السورية أو حتى من الجيش السوري من أجل استعادة هذه المناطق. الأهالي أيضا مستاءون لأن لا يوجد أي جهة تتبنى تحريرهم من الاحتلال التركي. الإدارة الذاتية لديها مواقف مشرفة، لكن على الأرض أيضا قوات سوريا الديمقراطية بعد الأحداث التي حصلت في تل أبيض ورأس العين نجد بأنها وقفت عند حدود المتاخمة للباب، القرى المتاخمة للباب، الآن لا يوجد أي تقدم من أي جهة من أجل تحرير الأهالي هناك. هذا للأسف الموقف المحلي، والموقف الدولي أيضا يرسخ ذلك، لأنه لأي جهة داخلية سواء قوات سوريا الديمقراطية أو الجيش السوري، أي تحرك لهم يحتاج إلى غطاء جوي، وهذا غير متوفر من قبل الجهات الدولية، لأن الغطاء الجوي للأسف أصبح مرهونا بيد الروس وحدهم، لأن كامل الشريط الممتد من ديريك إلى إدلب إلى الساحل، كامل هذا الشريط أصبح تحت السيطرة الجوية للروس بالدرجة الأولى، وهم قد فتحوا المجال للتركي من أجل طيب.
أن يدخلوا ويعبثوا بهذه المناطق. من الشهباء الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري الأستاذ أحمد الأعرج، أنا أشكرك جزيل الشكر.